تواصل وزارة الإسكان تسليم أولى دفعات مشروع البحير الإسكاني، مؤكدة أن المشروع يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بالأمر الملكي السامي لجلالة الملك المفدى ببناء 40,000 وحدة سكنية، والالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي بشأن العمل على تنفيذ 25,000 وحدة سكنية، والهدف إلى استدامة وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. أفادت الوزارة بأن مشروع البحير الإسكاني يعد من المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته الوزارة وفقا لمعيار أقدمية الطلبات بالمنطقة والمناطق المحيطة بها، وأن الوزارة قامت باختيار المواطنين المرشحين لإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع البحير الإسكاني تتكون من 227 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع بالإضافة إلى الوحدات السكنية العديد من الخدمات والمرافق التي تخدم القاطنين مستقبلا أسوة بمشاريع مدن البحرين الجديدة. تقوم إدارة الممتلكات الإسكانية بدورها في توفير خدمات الصيانة للمنتفعين لمدة 6 شهور. هذه الخدمات تشمل الفترة التشغيلية للمبنى اللي هي الكهرباء والماء. أحيانا أثناء الإنشاء لا يظهر بعض العيوب التي ممكن تظهر أثناء العملية التشغيلية. تمت اليوم عملية تسليم مفاتيح مشروع البحير الإسكاني. تأتي هذه العملية تحت تنفيذ خطة وزارة الإسكان وتنفيذا لأمر سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وتنفيذا لأمر سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. طبعا هذا المشروع يتكون من 227 وحدة سكنية ويتكون من 128 قسيمة سكنية. تم العمل على استكمال خدمات البنية التحتية الخاصة بالوحدات والقسائم، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع يتكون من أراضي مخصصة لبناء مسجد وأراضي لبناء منطقة تعليمية للأطفال وحديقة. شعوري أنا سعيد جدا بأني حصلت على الوحدة السكنية وأتقدم بجزيل الشكر إلى جلالة الملك الله يحفظه وسمو ولي العهد وإلى وزارة الإسكان على جهودهم. إجراءات ما شاء الله كلها ممتازة ويعني الحمد لله يعني إجراءات سريعة. أتقدم بالشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه على حرصهم لما فيه راحة المواطنين وجودة حياته وما فيه راحة الشعب. الفرحة لا توصف بعد انتظار سنوات، الحمد لله رب العالمين. فرحتي ما تنوصف، استلام مفتاح البيت والحمد لله رب العالمين، والشكر لجميع الخليفة من حكام وشيوخ والحمد لله رب العالمين. كل شيء تسهل، كل شيء سهلات من وزارة الإسكان وما قصروا، جزاهم الله خير. عطوني العقد وبعد يومين تصوفيني حق بنك الإسكان، واليوم زين وبعد يومين اللي هو اليوم ها كلموني عشان سلموني مفاتيح البيت، جزاهم الله خير. أعمالهم طيبة لجميع شعب البحرين.